برحب بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في جزئنا الثاني من حصاد النهارده. زي ما قلنا مشاهدينا ان احنا هنتكلم عن ملف التعديات على الاراضي الزراعيه وحاله النزيف المستمر للاراضي الزراعيه الموجوده في مصر، واللي هي كمان بتعد من اخصب وانواع الاراضي اللي موجوده. اذا هنا مشكله كبيره، احنا لدينا بالفعل مشكله كبيره جدا. المشكله اصبحت خطر متفاقم بيهددنا كمان بان احنا نوصل لحافه او لمحك من الفقر الغذائي. احنا مقبلين على ده بالفعل، لان اللي هينتج لنا الغذاء احنا بنتعدى عليه وبندمره. ازاي هنقدر بعد كده ان احنا نوفر الغذاء او القوت لبقيه المصريين؟ اذا هنا في مشكله. الكثير قوي اتكلموا بان القوانين ما هياش رادعه، ويمكن احنا كمان في فتره الاخبار بتاعتنا اتكلمنا عن التعديات على نهر النيل، وقلنا برضو كمان ان القوانين ما هياش رادعه بالشكل الكافي. اذا لابد من التفكير بانماط مختلفه، لابد كلنا ان تتظافر الجهود، جهود الدوله ايضا، كمان الجهود الامنيه اللي احنا بنلقي عليها ايضا بعبء كبير جدا بسبب التعديات بتاعتنا الحقيقه اللي احنا بنعملها، والجرم اللي بنعمله في حق الاراضي الزراعيه عندنا. ايضا كمان محتاجين دور المجتمع المدني، محتاجين حاجات كتيره قوي، محتاجين دور التوعيه، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي مشاهدينا الكرام، واللي هنواصله دلوقتي مع ضيفنا الكريم المهندس حمدي العاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. كلامنا دلوقتي هنتكلم بلهجه مختلفه، يعني مدى المأساة ومدى المشكلة اتكلمنا فيها كتير ومرارا وتكرارا، ولكن دلوقتي احنا عايزين نتكلم بقى ان احنا ايه، خلاص عايزين ننفض هذا الهم وهذا العبء عننا بإذن الله. انا بدعو حضرتك باشمهندس حمدي، وبدعو كمان السادة المشاهدين ان احنا نشوف مع بعض تقرير ونرجع مرة اخرى عشان نتكلم بقى بعمق في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام نشوف التقرير ونرجع مرة اخرى لقعدتنا وجلستنا النهاردة في الحصاد. كل شيء بيمشي بالقانون، احنا كل اللي بنحاول ان احنا نعمله ان احنا بنوقف نزيف مستمر. السيد المحافظ هنا شايف ان في نزيف مستمر، البناء على حرم الطريق، البناء على الارض الزراعيه، وده شيء لا يمكن السكوت عليه. من المؤكد ان احنا يجب ان احنا نحاسب، ويجب ان احنا نراعي الناس، ويجب ان احنا نراعي الفلوس اللي اتدفعت، لكن ايضا لا يمكن السكات على البناء على الارض الزراعيه. هذا البديل موجود ويتنظم، وكل شيء يتنظم عن طريق المحافظه، ان اللي عايز يبني على مشروع معين يقدم، واحنا مستعدين ان احنا نوفر له المال، والا الاراضي الزراعيه كلها هتتاكل. لما نقول هنصلح فدان في الصحراء مستحيل هيبقى زي الفدان اللي هنا. يا سيدي ما بدل ما تبني هنا قول لي وانا ادي لك 5 فدادين بدل الفدان في الصحراء، ابني فيه زي ما انت عايز، اعمل استثمارك في اي حته تكون مش بتنتج اكلنا. احنا لو انا هسكت يبقى ربنا هيحاسبني ان انا بسيب الموجه دي تستمر. احنا ضيعنا في مليون حاله تعدي. شفنا مع بعض كلنا التقرير مشاهدي الكرام، وايضا كمان شفنا هذه الكلمه اللي فيها يعني اللي احنا هنبحث فيها طبعا مع ضيفنا الكريم المهندس حمدي العاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. هنتوقف او هنبدا الكلام من حيث ما سمعنا من وزير الزراعه دكتور ايمن فريد ابو حديد، لما قال يعني احنا بنبني على الارض اللي هي بتنتج بالفعل، اللي هي اجود انواع الاراضي عندنا، وبنروح نستصلح الارض الصحراويه المفروض ان احنا نبني عليها. مفارقه، دي مفارقه يا فندم. يعني ازاي نقدر نقنع الفلاح اللي هو المفروض ارضه ده جزء منه وقطعه منه، ان ما تبنيش هنا وخد ارض هناك في الصحراء وابني عليها؟ هل احنا عندنا الدور اللي احنا بنقدمه مش واصل لحد دلوقتي للي بيتعدى وبيبني على الارض يا فندم؟
حضرتك يعني إذا بحثنا في جذور هذا العمل الإجرامي اللي تعدى على الأراضي الزراعية، حاولك بس شوية أرقام كده بسيطة جدا عشان تصلي إلى حجم الكارثة اللي احنا فيها، خصوصا بعد 25 يناير. هل تعلم أن عدد حالات التعدي من 25 يناير إلى 31/3 وصلت 1,087,000 حالة تعدى على الأراضي الزراعية؟ عملت 46,000 فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية. تبقى لحضرتك احنا الحقيقة في ظل الحكومة الجديدة بتاعت إبراهيم بن محلب والتجديد الجديد على التصدي لهذه الظاهرة بكل عزم، أعتقد أن احنا في خلال شهر مارس أنا نزلنا في خلال شهر مارس 287 حملة بالتعاون مع المحافظات والمحافظين ووزراء المعنيين الحكم المحلي ووزراء وزير الداخلية، كل الناس كانت مهتمة بصراحة. وأنا زرت حالات إزالات كتيرة جدا في هذا الشهر. لما أقول لك إن إحنا في هذا الشهر 287 حالة، عملنا بالضبط يا فندم 3,547 ألف إزالة بتعمل 284 فدان. الكلام ده مؤشر إن الحكومة عادت، قوة البوليس عادت، الجيش بيدعمها تماما، واحنا مصرين ومصممين ان احنا نزيل هذه التعديات، وخصوصا الناس اللي هم التجار اللي بيروح مصور على مساحة ارض كبيرة جدا ويروح مقسمها عشان يبيعها ويتاجر فيها على حساب الناس الغلابة، يعني يشتري فدان على انه زراعي ب 300,000 لكن بيروح مقسمه قراريط وشوارع ويبيع الاراضي بقى بالشيء الفلاني. ده اللي احنا بنتصدى له في الوقت الحالي بكل حزم. انا كنت في زيارة فندم لمحافظة بني سويف، أنا ومعالي المحافظ ومدير الأمن، احنا نزلنا 27 حالة تعدي على الأرض الزراعية متخمة لمدينة بني سويف، كلها كانت مسلحات. الكلام ده جميل جدا. لو أنا أشوف بقى بفحص في كل البيانات اللي عندي والأرقام، لأنها لها لغة كبيرة جدا ومدلول في إن احنا بنقول إن احنا شغالين بنفس الريتم في التعدي ولا قلينا. عقب هذا الشهر يا فندم لقينا ان احنا نسبه التعدي على الاراضي الزراعيه تراجعت بنسبه 50%، لما المزارع والمتعدين اللي هم بيتعدوا الاراضي الزراعيه لقوا الدوله جاده في التصدي لهذه الظاهره، وده شيء محمود جدا من خلال البيانات اللي بتتوجد عندي كل يوم. ايضا انا بنزل لجان مركزيه من عندي من الوزاره على محافظات اللي عاملة البرامج اللي بتختارنا بها برامج الإزالة الشهرية بالتنسيق مع السيد المحافظ والشرطة، بنروح نحضر الكلام ده بنفسنا من اللجان اللي عندي عشان نشوف مدى فعالية هذه اللجان ومدى فعالية هذه الإزالات، وألا تكون الإزالات شكلية زي زمان ولكنها إزالات فعلية ومتابعة يومية ودقيقة يوميا من خلال البنات اللي بتجيلي. حضرتك النهاردة يعني لما يجي فلاح صغير يبني بيت قد يكون مضطرا لأنه ما عندوش أرض في الصحراء، لكن أنا ببص النهاردة ومصر إن أنا أبص للباني فوق فدان نص فدان تلت فدان، ما أعتقدش ده للسكن، فلا بد من إزالته حتى لو كانت مسلحات. ده التوجيه الحقيقي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، وتوصيل رسالة مهمة جدا لمافيا الإتجار بالأراضي الزراعية. لو انا قست ال 46,000 فدان اللي ضاعوا منا دولي، صحيح احنا رجعنا حوالي ما يقرب من 7,000 فدان، لكن عندك 40,000 فدان ما زال تعدى عليهم لحد هذه اللحظه. لو قلنا هنصلح في الارض الصحراويه انا بقول الفدان يساوي 10 فدادين من الاراضي الجديده، وده كنز من كنوز مصر المفروض ان احنا ما نفرطش فيه. طيب هنقعد نقول في الكلام ده، انا قلت البدايه قوة تنفيذ القانون، حماية القانون لتنفيذه وعلى الكبير وعلى الصغير. ما خدش أنا بالعكس يمكن ما عايز أسيب الصغير دلوقتي أخليه مرحلة أخيرة، لكن حدق بالكبير. إحنا مشكلتنا فيه إن إحنا مش بننفذ القانون كما ينبغي، زي حضرتك ما بتقول قوة تنفيذ القانون، ولا القانون هو ضعيف أصلاً ومحتاج إن هو حضرتك يعني يعنف العقوبة. حضرتك إحنا طورنا القانون 116 وعملنا قانون الإسكان الموحد 119. القانون ده حضرتك فيه بندين اللي هو 61 و62 من المواد بتاعته بتشدد العقوبات على المتعدى على الأرض الزراعية، بتغرمه ب1% يوميا من قيمة المباني عقب صدور قرار الإزالة لو هو ما نفذهوش. لو افترضنا أن أنا عندي بيت مكلف خرسانات مثلا 100,000، يبقى الغرامة بتاعته اليومية 1,000 جنيه.
تخيلي بقى العداد بيعد على المتعدي 1000 جنيه يوميا، لكن كان بينقصنا قوة تنفيذ القانون. طبعا في الفترة اللي فاتت احنا كلنا نعلم كانت الأمور ما هيش مظبوطة، لكن أنا بقول لك بداية من شهر مارس الدولة عادت، الشرطة عادت، الجيش بيسندها تماما، وهناك إصرار وعزيمة تماما على الإزالات. أيضا ندرس في وزارة الزراعة لعمل مشروع قانون وتعد الشؤون القانونية مع المستشار القانوني لتغليظ العقوبة بالتعدي على الأرض الزراعية على أن يكون سعر المتر غرامة أعلى سعر متر في القرية. لو افترضنا أن واحد سعر المتر الأرض على الطريق العام ب 3000 مثلا، كل الناس اللي تعدوا على الأرض الزراعية هيبقى ياخدوا غرامة بهذا السعر. لو قلنا الإيراد 175 متر في 3000 يبقى الإيراد يساوي كام؟ ما يخرج بنص مليون جنيه. هذه يعد هذا التشريع لتغليظ العقوبات، وعلى أساس أن الأراضي اللي هي كانت كلها مسلحات ولا يمكن إعادتها مرة أخرى للأرض الزراعية ستكون هذه العقوبة المغلظة على التي تعد على هذه الأرض الزراعية. ويعد هذا المشروع لتقديمه لمجلس الوزراء وتقديمه لمجلس الشعب أعتقد اللي جاي، أو ممكن يصدر به مرسوم بقرار من معالي رئيس الجمهورية. وأعتقد دي خطوة مهمة جدا وجادة يعني لتقليل التعدي على الأراضي الزراعية. احنا النهارده كلنا لابد ان يكون الاعلام مساند زي ما انت بتقدمي البرامج بتاعتك الشيقه، ايضا الاعلام من خلال المساجد وائمتنا والوعاظ بتوعنا انهم يجرموا هذا العقوبه على الارض الزراعيه يعني في التشريع بتاعنا دي تبقى بالظبط كان واحد بيسرق. صحيح. يبقى لازم نحرمها شرعا. لو هو بيقنن نفسه وبيجي بيقول انا اتقدم انا عايز سكن، وهندرس هذه الحالات. احنا عندنا حالات كتير جدا بنوافق لها زي مشاريع النفع العام اللي بتطلبها المحافظات بحيث انها تبقى ملاصقه للكتله السكنيه عشان ما عمليش كتله سكنيه في حته اخرى. احنا بنعمل الكلام ده جدا وبنقدم مثل هذه المواضيع. وان كانت هناك مثلا شكوى من بعض الناس يقولوا لك في المحافظات او في الوحدات المحليه من تحت بتبقى الناس بتعطل الاجراءات، بتبقى في تعقيد اكتر من الخوف من المحاسبه. لكن انا بوعد ان كل من يتقدم في المحاوله للترخيص انا هبقى جد معاه جدا ومش هياخد وقت زي زمان، وطالما جالي لابد ان هفحص الحاله ويا اقول له يا لا من البدايه. صحيح. مش هقعد اقول له تعالى ومر عليا بكره واقعد اوعده واعشمه، لا انا هاخد معاه قرار. لو جاب لي مشروعات نفع عام او اسكان واتعذر عليه انه ما عندوش سكن خالص، احنا ننظر في امره طبقا للقانون والتشريعات اللي موجوده عندنا وهندي له حق. تمام. طب يا فندم، يعني حضرتك بتقول ان كان في حملات تقريبا 200 حمله على مستوى انحاء الجمهوريه علشان توعيه الناس باضرار هذا التعدي، بالجريمه اللي بتقترف في الاراضي المصريه. انا عايزه اعرف من حضرتك، هل ان انا عشان اكلم مثلا فلاحين واقول لهم ان ده هياثر على الامن الغذائي وده هياثر على قوتنا بعد كده ومش هنلاقي اكلنا ومش هنلاقي انتاجنا وما الى ذلك، بيوصل لهم يا فندم؟ يعني ده بيوصل، المعلومه دي بتوصل حضرتك؟ اول حاجه من خلال النافذه بتاعتك اظن مصر كلها بتسمع دلوقتي قناه مصر الزراعيه. ثانيا انا شخصيا اتعاملت مع خطباء المساجد ايام ما كنت في الشرقيه، وكان ده كانت حاجه كويسه جدا. كنا بنخاطب الناس من الناحيه الشرعيه والدينيه عشان نعلمهم هذا الكلام. ايضا البرامج الارشاديه من خلال الارشاد الزراعي في خلال الندوات الارشاديه خلال المراكز والادارات الزراعيه والقرى بتوعي الناس بعدم التعدي على الاراضي الزراعيه، ولكن الجشع لدى التجار كان بيغلب على المصلحه الخاصه بتاعتهم وليس على المصلحه العامه. واحنا بصدد ان احنا نوقف كل الكلام ده ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا بالفعل دلوقتي مقبلين على حاله من الفقر الغذائي بالنسبه للمواطن المصري. نعم. يعني هنقول مثلا لو احنا هنتكلم على حسب التقديرات يعني اخر تقديرات للمنظمات الدوليه بتقول ان احنا دلوقتي دول العالم الثالث ومصر كمان من متصدره لهذه القائمه، يعني احنا فقدنا تقريبا في خلال 20 سنه يعني تقريبا 2,500,000 فدان نتيجه التعدي على الاراضي الزراعيه. ده بينذر ان احنا خلاص دخلنا في هذا الاطار ما يخص الفقر. المشكلة كبيرة قوي يا باشمهندس حمدي، وزارة الزراعة هتشيل منها جزء كبير قوي. نعم. يعني هتشيل منها حاجة يعني هم كبير جدا. قطاع الخدمات والمتابعة المفروض ان طبعا هيبقى فيه دور
يعني شايف ازاي احنا ممكن يعني نعمل ايه في الفتره اللي احنا فيها دي؟ حضرتك يعني انا هتفق معاك ان لابد يكون دور للقطاع الخدمات متمثلا في وزاره الزراعه، ولكن هذا الدور لابد ان يكون مشترك مع الاجهزه المعنيه الاخرى، الوزارات الاخرى زي وزاره الكهرباء، وزاره الاسكان، وزاره الحكم المحلي، ايضا وزاره الداخليه. لابد ان تكون هذه الوزارات المعنيه متفقه معنا في خطه منسقه بيننا وبين بعض. يعني مش معقول انا بجرم التعدي على الاراضي الزراعيه ويجي حد يقول لي انا هوصل المرافق بتاعه المياه والنور. يبقى انا صح ما ينفعش. خدت بال حضرتك؟ صحيح، ما ينفعش ابدا احنا نشلله كل ده. انا كده بقنن له التعدي على الاراضي الزراعيه. صحيح، لكن ده لا يمكن ادخله لا كهرباء ولا ميه ولا صرف صحي عشان اسيبه بهذا الشكل عشان يتعلم. والمخالفه للقانون لها عقاب عندنا في مصر. صحيح، عشان كده بتطلع منا من قطاع الخدمات لما في حاجات بهذا الشكل. انا يوميا بعمل جوابات لمعالي الوزير، يخاطب بها وزير الداخليه عشان يساعدنا مثلا في بعض المحافظات اللي كثرت فيها التعديات على الاراضي الزراعيه. نخاطب وزير الكهرباء انه لا يمكن ان انت تسمح لحد انه يوصل الكهرباء. وزير الاسكان عشان خاطر برضو الميه. حضرتك لوزير التنميه المحليه عشان يجهز معانا الوحدات المحليه واجهزه الوحدات المحليه والاجهزه الكبيره اللي عشان تبقى معانا متطفره في الازالات. حضرتك انا لما رحت مثلا بني سويف ماليه المحافظ ومدير الامن عاملين كل هذا المجهود، انا طلعت جواب شكر من معالي الوزير وعملت له مذكره عشان نشكر هذا المجهود الجبار اللي اتعمل. لابد ان احنا ندي كل واحد حقه. فانا معاك، وزاره الزراعه هي الاساس، لكن لابد ان تتضافر جميع الاجهزه المعنيه والوزارات المشاركه حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهره. طب يا فندم، هنا في ضرر، اعتقد ان هناك في ضرر كبير قوي لما واحد بيقدم ويتعدى على ارض زراعيه، هيؤثر على المرافق، هيأثر على الكهرباء، هيأثر على شبكات الري، كل الحاجات دي كلها هتبقى من المرافق المضره او اللي هيبقى فيه ضرر مباشر عليها. هل ممكن ان احنا نفسر ايضا كمان هيبقى في ازمه في الكهرباء اكتر من اللي احنا فيه، اللي احنا بنشهده دلوقتي في فتره الصيف ويعني في فصل الصيف احنا خلاص مقبلين اهو، ده هيبقى من تداعيات ايضا كمان التعدي؟ بالتاكيد طبعا. انت كلما زادت المساحه السكانيه كلما زادت احتياجات الى الطاقه، خصوصا الكهرباء اللي بتحتاجه طاقه كبيره جدا عشان تشغل المولدات. نعم. الكلام ده طبعا سيؤثر في الطاقه ويؤثر في استخدامنا للكهرباء. ايضا قد تكون هناك بعض التعديات على المصارف او على المراوي تؤثر على سير هذه المصارف والمراوي بالسلب. الكلام ده طبعا لابد من الوقوف له بحزم. زي التعديات على النيل العظيم اللي الناس بتتعدى عليه، وزاره الري مع الاجهزه المعنيه اعتقد ان هي النهارده شغاله بصدد ازاله هذه التعديات والوقوف لهذه المافيا الجباره على اساس نرجع النيل بتاعنا زي ما كان. المراوي بتاعتنا لابد ان احنا نحفظها، بدلا ان انا اشغل كل الاجهزه المعنيه في تنظيف وتسليك وحفر وقنوات الري عشان احتياجنا للميه في موسم الصيف تبقى في هناك سهوله ويسر لانسياب الميه، اجبني على هذه القنوات او ابني على مصرف من المصارف اؤدي الى انسداده، بالتالي يؤثر على بقيه الاراضي الزراعيه ويرفع منسوب الماء الارضي. انا مع سعادتك ان هذا يؤثر سلبا على كل هذه المرافق وعلى الرقعه الزراعيه بتاعتنا ويؤثر على الطاقه وكل المشاكل المحيطه بتعدي الاراضي الزراعيه. طب يا فندم باشمهندس حمدي، احنا دلوقتي عملنا ازاله لحال التعدي والارض تم تجريفها، هل هترجع تاني تبقى ارض زراعيه؟ يعني طب احنا نستفيد منها ازاي بقى بعد كده؟ سؤال مهم جدا. حضرتك هناك انواع من التعدي على الارض الزراعيه، يعني في حاله التعدي على بالاسوار او بالبناء باللي هي بالطوب البلوكات البيضاء اللي هي بيعمل مساحات كبيره عشان تمهيدا لبيعها، دي سهله جدا لاعادتها للارض الزراعيه مره اخرى، لان احنا بنزيل الكلام ده وعندنا المحاريد بتاعه جهاز تحسين الاراضي بنحرد بها او نفجر التربه تاني لازاله اذا كانت هناك خرسانات كدابه تحت الارض ولا لا، دي تعود وسهله انها تعود للارض الزراعيه. اما في حاله البناء بالخرسانات وعمل قواعد خرسانيه، انا بتكلم بامانه دي حتى يعني صعب جدا ان احنا نرجعها تاني للارض الزراعيه عشان تنتج زي السابق، ولكن هيبقى هنا التغريم. التغريم اللي هو يخليه يحرم يعمل كده تاني، بالاضافه لما هاخد الايراد منه
ما يقرب الى نص مليون جنيه اصلح بيه اراضي في الصحراء واضيف الرقعة الزراعيه بتاعتي بدلا من الارض المتعدة عليها. اذا عملنا كده اعتقد ان احنا هنعالج هذه المشكله ويبقى عندنا سعه اكثر في الاصلاح والتوسع في الاراضي الصحراويه الواعده بالانتاج الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا منطقه خصبه قوي يا فندم، يعني خصبه للعمل وخصبه ايضا كمان لاحلامنا العريضه ان احنا نشوف مصر كلها خضراء. عندنا الوادي الجديد، حضرتك عارف طبعا ان هيبقى فيه هناك مشاريع وحاجات كثيره قوي، فاعتقد ان الاتجاه بمد الاستصلاح الزراعي في الاراضي الصحراويه الجديده ده هيبقى في الفترة اللي جاية من أهم الخطط، مش كده يا فندم؟ حضرتك في زيارة معالي الوزير مع معالي وزير رئيس الوزراء ومجموعة الوزراء المصاحبين كانوا في الوادي الجديد، أنا شفت تقرير يعني ما معناها إن إحنا عندنا حوالي أكثر من 2 مليون فدان منبسطة في الوادي الجديد والمية بتاعتهم موجودة. فهنوجه كل الاستثمار الزراعي لهذه المنطقة. إحنا عندنا وادي النقرة، يعني لو في زيارة أو تصوير تلفزيوني اعتقد صادرات مصر العملاقه من هذا المنطقه الخصبه الجديده النقيه الخاليه من كل الامراض والفطريات، تصدر مصر من هذه البقعه احسن الصادرات الى العالم لانها ارض كويسه جدا وواعده. لابد ان نتجه للاستصلاح طبقا لوفرات المياه والمخزون الاستراتيجي بتاع المياه الجوفيه، وهناك علاقه وثيقه مع وزاره الري للتنسيق على مخزون الخزان الجوفي الأرضي، وعلى أساس نوجه الاستثمار الزراعي لمثل هذه المناطق. ولابد أن نعمل جادين، والحكومة أعتقد أنها جادة تماما، وزيارة رئيس الوزراء مع وزير الزراعة في هذه المنطقة أظن إشارة جيدة لتوجيه الاستثمار لمثل هذه المواضيع إن شاء الله. إن شاء الله، يعني نتوقع أن هذا الرقم المهول اللي احنا شفناه، أن احنا نشوف 2 مليون فدان و500 ألف دول فقدناهم في خلال 20 سنة، نقدر نحن نسترجعهم في سنوات على نعدها على كف الإيد الواحد في الوادي الجديد. إن شاء الله خير بإذن الله. إن شاء الله احنا محتاجين الجدية، صحيح، محتاجين العزم، صحيح، محتاجين يبقى عندنا هدف وعندنا تصميم ان احنا نعمل الكلام ده. اعتقد ده مش كتير على مصر انها تعمل الكلام ده، والدول كتير قوي سبقتنا في هذا الموضوع، واحنا يعني عايز اقول لك بشريات كتير جدا لهذا الموضوع. يعني كمان مش حكايه ان احنا نستصلح، لا، ايضا نقلل الفاقد بعد الحصاد اللي احنا بقى لنا سنوات تعبنا منه تماما. يعني هل يعقل ان احنا بعد هذا السنين نخزن القمح في مخازن مفتوحه؟ لا، النهارده تعد الحكومه مع الوزاره الى تحديث كل مخازن وشون القمح بدل ان كانت تخزن في العراء الى صوامع مجهزه تماما لحفظ القمح ضد الرطوبه وضد الشمس وضد الاتربه وضد القوارض والعصافير. بس حمدي انا هسال حضرتك على حاجه يمكن خارج النطاق، بس احنا عايزين نعرف الصومعه المفروض انها تكون مجهزه وتكون على احدث طرق التخزين، دي اللي هي شكلها. احنا ما عندناش في مصر ولا صومعه. لا عندنا يا فندم، عندنا يا فندم، عندنا يا فندم. طيب تمام. يعني عندي جمعيه من الجمعيات عندها صوامع شغاله اوتوماتيك بتاخد ساعه 10,000 طن، جمعيه من الجمعيات في البحيره مثلا. واحنا النهارده نشجع الجمعيات. انا كنت في صدد، انا لسه جاي من مباحثات مع الجانب الفرنسي، وجاي مباحثات قبل كده مع مجموعه من المستثمرين العرب، وانت تعلمي ان احنا عندنا كمان داخلين ب 25 شونه 25 صومعه، سعه الصومعه 60,000 طن، يعني تدينا 1.5 مليون طن قمح مخزن في صوامع جيده التهويه ومحترمه جدا، كله بيشتغل اوتوماتيك. ده هتقلل معانا الفاقد في التخزين تماما. وكمان نامل بقى ان احنا كمان ناخد القمح من الفلاح من الغيط، ما نحطوش في شونه ترابيه، لا هنديله العبوات بتاع بنك التنميه والائتمان او الصوامع او المطاحن، على اساس ان المزارع يعبي المحصول بتاعه تحت اشراف الجمعيه التعاونيه الزراعيه، ثم ينقل الى اماكن التخزين السليمه باشوله الجود بتاعته. ودي اضافه جديده للحكومه ووزاره الزراعه انها هتفعل التعاونيات الجمعيات في عمليه تسويق القمح تمام من هذا الموسم. وان شاء الله احنا عندنا فقد كان بيصل من 15 ل 20%، وده شيء رهيب. تخيلي لما تبقى عندك نظام الصوامع ونظام ان انا اقلل الفاقد، اعتقد هيبقى الفائد عندي في حدود من 2 ل 3% فقط. ونامل زي الدول المتقدمه الفاقد عندها بيصل من 1.5 ل 2.5% فقط. اعتقد ان احنا هنبقى قادرين على ذلك، وعندنا امل كبير ان احنا نعمل الكلام ده ونفعل الجمعيات التعاونيه. انا عندي جمعيات تعاونيه، يمكن عندي حوالي 1000 جمعيه قادره انها تعمل
مش صوامع بقى، لا تعمل زي هناجر مجهزه لاستقبال القمح. الهنجر ده فيه وحدات تهويه تقلل درجه الحراره داخل الهنجر من 7 ل 10 درجات مئويه عشان نحافظ على جوده القمح، واعتقد هتبقى جميله جدا، مش هتسمع بدخول الافران ولا المطر ولا الندى ولا الشمس ولا الكلام ده كله، وهتبقى مهمه جدا ان شاء الله. دي من المشاريع اللي انا بتقدم بيها للجامعات التعاونيه، وهنبقى جادين في هذا الكلام ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن كل الكلام ده طيب وجميل ويبعث على الاطمئنان ايضا كمان في الفتره المقبله، بس ده مش هيخلينا نغفل الطرف عن ان احنا محطوطين ما بين محكين الاثنين كل واحد فيهم اخطر من الاخر. اولا التغيرات المناخيه اللي بتهدد قيمه او نسبه الحاصلات بتاعتنا، وبتهدد يعني الزراعه عندنا، لان احنا عندنا في تقلبات مناخيه قويه، واحنا بدانا بالفعل ندخل في النطاق الخطر لهذا لعمليه التقلب ده. وكمان احنا بنساهم بايدينا في ان احنا نقتل الارض بتاعتنا. طب احنا هنعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ واحنا علينا بقى يعني نعمل الاجراءات الاحترازيه لمثل هذه المواضيع. هنا زي ما قلت لحضرتك، طالما هناك تغييرات مناخيه، باشمهندس حمدي، يعني الفلاح فاهم ومدرك ان في حاجات كونيه خارجه عن ارادتنا كلنا بتغير نمط الزراعه والجو والتقلبات. هل هو يعني هو كمان مدرك هذا الهاجس اللي احنا يعني اللي احنا شايفينه؟ لعلمك الفلاح المصري من اذكى الفلاحين في العالم. بس هو محتاج ايه؟ ان احنا ناخد بايده، محتاج ان احنا نوريه، محتاج نقول له التجربه هي، ويشوف بعينيه. اول ما يشوف بعينيه بيطمئن تماما وبيسمع الكلام. يعني ما اقدرش اقول له كلام ولكن اسيبه واقول له روح اعمل، لا. النهارده احنا في خصوص اجراء تجارب وحقول ارشاديه في كل جمعيه تعاونيه زراعيه لتوجيه المزارع نحو احتياجات مصري من المحاصيل الاستراتيجيه. لما احنا نعمل له كده ونعلن له اسعار المحاصيل مبكرا قبل الزراعه، ونتعهد ان احنا بنسوقها له تسويق تعاوني بالسعر اللي احنا اعلناه، اعتقد المزارع هيبقى تعاون تماما مع الحكومه. وخير مثال لذلك محصول القمح. احنا اعتقد تقدمنا في زراعه القمح السنه دي، يعني بدل ان كنا 2.8 مليون فدان، احنا وصلنا السنه دي 3.6 مليون فدان. ايضا الانتاجيه بتاعه القمح مبشره بمشيئه الله انها زياده عن الموسم اللي فات، زائد ان القمح سعره 420 جنيه للارداب، سعر مرضي جدا للفلاح، وابتدى الفلاح يتعاون معانا في هذا الموضوع. سنتجه الى الزراعات التعاقديه زي القمح مع محصول البنجر، محصول الذره الاصفر، محصول الرز. احنا في اتجاه ان احنا نتراجع شويه في المساحات المزارعه رزا، عشان كده بنشجع المزارعين لزراعه الذره الاصفر لتوفير الغذاء لصناعه الدواجن في مصر. خدت بال حضرتك؟ بس بشرط ان انا اعلنتينه السنه دي ان انا هاخد منك الارداب ب 300 جنيه في وزاره الزراعه. واعتقد ده هيبقى سعر مرضي تماما للفلاح، لانه كان بيبيع الذره الشام الابيض ب 180 200 جنيه او 180 200 جنيه في الموسم، وده كان سعر متدني، عشان كان كده بيهرب ويروح لزراعه الرز. النهارده لما اخد منه ليه 300 جنيه؟ ايوه 300 جنيه. لما اخد منه الارداب ب 300 جنيه يعني هيصل طن ال 2100 جنيه. طن رز في حدود ال 2000 جنيه. يبقى انا القيمه الاقتصاديه من طن الذره هتزيد او تعادل طن الرز. اعتقد الفلاح هيبقى بهذا التوجيه هيختار زراعه الذره لانها اسهل من زراعه الرز، وهو الرز بيحتاج ميه كتيره جدا. انا ضربت ثلاث عصافير بحجر واحد. ان انا وفرت العمله الصعبه، وفرت المحصول الاستراتيجي لمصر اللي هو الذره بدل ما اجيبه من بره. وفرت زراعة الأرز، يبقى هوفر مية. صحيح. لأن أنا لو أنا حسبت لك بحسبة يمكن أنا قلتها مرات عديدة قبل كده، كيلو رز عندي بيتكلف مية 10 جنيه كيلو رز. صحيح. كيلو رز بيتكلف مية 10 جنيه، إذا أنا لما بصدر بصدر مية خارج مصر، ما بصدرش الرز. أرجو إحنا أعتقد إن إحنا جادين جدا. والنهارده إحنا أنا ألزم بكل جامعات تعاونية تعمل حقل إرشادي على حساب التعاون، وتدي للمزارع ثمن التقاوي ببلاش. ايضا بدخل معايا مركز البحوث الزراعيه وارشاد لعمل حقل اخر في كل قريه، على اساس نعرف الناس ايه مفهوم الذره الاصفر. ليه الذره الاصفر؟
تمام. باشمهندس حمدي عاصي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. نتمنى ان شاء الله ان احنا ان الفلاح يبقى يعني الوعي مش يبقى بس مجرد كلام يقوله لنا ويطمنا ونلاقي تصرفات اخرى مختلفه، ولكن املنا كبير في الفلاح المصري ان هو ايده في ايدينا في ايد كل جهاز موجود في الدوله. احنا محتاجين اقتصاد قوي، والاقتصاد القوي ملوش ركيزه في مصر الا بالزراعه والارض الزراعيه. باشمهندس حمدي العاصي بشكرك يا فندم شكرا جزيلا لاستطاعة الخدمات والمتابعه وزاره الزراعه. حته صغيره، اعتقد انت شفتي تجربه زراعة القمح، نعم، والإرشاد عمل فيها إيه وإحنا عملنا فيها إيه، والمزارع النهاردة اقتنع بها تماما واتبع هذه الأساليب، أدت إلى زيادة الإنتاجية وتوفير المية كمان. إحنا عايزين نقرب الإرشاد، نقرب الإرشاد إلى المزارع، أن تكون الدولة قريبة من المزارع. أعتقد دي الوسيلة القريبة أن إحنا نحضن المزارع مرة أخرى في حضن الجمعية بتاعته، في حضن وزارته، على أساس تقدم له الخدمات دي. وأعتقد في الحالة دي هو هيبقى مطيع تماما وهيسمع الكلام، وهيبقى عندنا فلاح محترم وشاطر جدا. انا ثقتي فيه عاليه جدا، اشكرك ان شاء الله. ثقتنا في الفلاح المصري ثقه طويله وكبيره جدا، واحنا عملنا واليات عملنا يعني كل العمل اللي بيشتغل في هذا البرنامج وفي هذا القناة كلها لأجل الفلاح المصري. فطبعا أنا بأعقب على كلام حضرتك باشمهندس حمدي العاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. أشكرك يا فندم شكرا جزيلا.